السلام عليكم ابنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال. راه الفيديو كان في الاول كان صعب وخدام، ورا ما خدامش الكاميرا ما خداماش، وبغيت نشارك معكم هذه الحصوه. هذه الحصوه راه صحيه بزاف بزاف للوليدات وحتى لينا حنا، الناس اللي مرض والناس اللي عندهم المعدة عندهم ياخذوا هاد الحصوه. راني ديما كنديرها في هاد البرد، راه كاينه الشتاء، سامعوا الشتاء تبارك الله، يا ربي تكمل علينا بالخير يا ربي، وتسهل على المنتخب ديالنا يا ربي بالنجاح وبالتوفيق يا ربي يا ربي، نجحهم يا ربي، نجح الشباب ديالنا. ايوا خليكم معايا بنياتي نوريكم الحصوه اللي كندير. هانتوما البنيات ديالي، هذه هي الحصوه اللي وريتكم، هانتوما شنو فيها. فيها القمح مهرس، وهاد البلبوله راه بلديه، فيها السانوج وحب رشاد والعدس، هذاك العدس الاحمر ما هو، والاسميته هانتو القمح على جوج انواع بحال الفارينه والقمح. هذه هي الحصوه اللي كندير، انا دائما كندير هذه الحصوه، وعندي هذه حتى هي كنستعملها. ها هي حتى هي البلبوله اللي تكون غليظه، راه كتجي رائعه في الحصوه، خاص ولا كانت تبغي طيب بزاف. هذه الحصوه ديال هذه البلبوله راه ديال التعاونيه، ها نتوما راه صحيه، واخا شويه مدايره ولكن راه شويه ماشي بحال البلبوله العاديه. انت هذه فيها الاعشاب وفيها بزاف د الحوايج. ايوا خليكم معايا البنيات ديالي تالتالي ان شاء الله يا ربي. البركه طيبه، هانتوما بنياتي كي دايره، هانت البركه. خل خاصكم ديروا على واحد ساعتين ولا ساعه ونص، هي القليله باش طيب، ماشي تزربوا عليها عاد ديروها، خاصها تبقى طيب 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 حتى تنشف، ومن تنشف عاد تزيدوا عليها الحليب، كتجي تبارك الله منقولش ليكم، كتجي بحال الشكل ديال بركوكش. هو البرد دابا خاصنا ضروري نديرو شي حاجه اللي سخونه في البرد، العدس القطنيات والبلبوله ضروري نديروهم في الفطور ولا في العشيه وصحيين، وبخاص دابا عندي ولاد بنتي كيبغوا هاد الشيء. ها انتوما البنيات ديالي، راه يلاه بديت كنصور فيديو عاد مشى الضو، ودابا سمحوا لي على الاضاءه. دابا عندي نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه، غنزيدو عليها الزيت، زيت نباتيه، انتوما كتعرفوا زيت الزيتون راه غلا شويه، غنديرو داكشي اللي عندي نص كاس ديال السكر كاشين، دابا غادي ندوزو باش نلبسو ديك السميده ديالنا بالزيت، بالزيت دابا ندوزو نديرو حتى جوج خمارات. كاين اللي كيدير فيها الخميره وكاين اللي ما كيديرش، انا كندير فيها الخميره، كندير فيها بيضه. دابا غندوز باش ندير الملحه، نخلطو بالماء دافي، ما نديرش الحليب، هادي غير تخلطو عبيده عاد بحال كبر الارياس اصابيع ديالكم. ملي هنا دابا غادي ندوزو نكرصوها، انا درتها بالماء، واللي بغى يدير الحليب يديرو، دابا الحليب راه كتجي زوينه، هي بالحليب طريقه اخرى، دابا نوريها ليكم ان شاء الله يا ربي. هذه هي الحرشه، هي دابا درتها طايب، دايره البيضات والحصوه
هي القايشه ديالنا دابا وجدات. دابا راني درت الحليب هاتم البنيات ديالي راه كطيب، راه كتجي بحال الشكل ديال بركوكش، راه كتجي واعره خاصها طيب تتنشف. وسامعوا الشتا، سمعوا الخيرات ديال سيدي ربي، راه كاينه الشتا، وهاد الشتا راه كتبغي الحسوه والطنيات كما قلت لكم. ايوا خليكم معايا بنياتي تلتين حلو. هذه هي الحرشه ديالنا، هي هذه طابت. انتم الحرشه كيفاش جات. دابا غادي ندوز نديرها في الطبق. الطبق راني جايباه من عند الوالده، جايباه من دكاله. هو الفطور ديالنا، هو هذا بريريت ديال اتاي والحرايشة ديالنا، وهذه هي الحسوة. يلا ريتاش قولي ليهم، قولي لهم اش قولي ليهم. يلا قولي لهم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوا ريتاج معاه، ديروا لايك مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ونتمنى ان شاء الله. شوفوا الريتاج اش كدير لكم. لايك، ديروا لايك. يسلم، ديروا لايك. ديروا لايك وكومونتيلات. هاتوما بنياتي مرحبا بكم. يلا تبارك الله عليكم ابنياتي، والله يحفظكم، وما تنساوناش من الكومونتيرات ومن التشجيعات ديالكم. وتبارك الله عليكم ابنيات ديالي، وفيديو مقبل ان شاء الله يرضى. السلام عليكم.